السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أدوات بتدي قوة لجوجل درايف، زي مثلا الأداة اللي اسمها ماجيك سلايد. دي عبارة عن إيه؟ مجرد إن أنت بتسطبها وتقول له اعمل لي الشرايح، فهو يبدأ يعملهم لك كلهم. يعني ده فاضي خالص اهوت، فأقول له من الإضافات وأقول له من الإضافات الحصول على الإضافات، وأكتب شات جي بي تي يبدأ يسطبه لي، أو ماجيك سلايد آب هو نفس الحاجة، أقول له أوبن، فبيقول لي اكتب الحاجة اللي انت عايزها وانا اعمل لك عنها الشرائح كلها. يعني مثلا السياحة في مصر، انا عملته بكان انجليزي بس ما جربتش في العربي. عدد الشرائح اللي انت عايزها قد ايه، لو انت عايز تزود شوية معلومات، وبعد كده بتقول له جنريت، فيبدأ يعمله لك بالشكل دوت. ايه الاماكن المشهورة، ايه الطعام التقليدي، تمام. فانت تعمل برزنتيشن في اي موضوع ما بياخدش منك ثواني. وبرضه في اداة تانية اسمها سلايدز اي اي دوت اي او، دي هتساعدك برضه في ان انت تعمل برزنتيشن في وقت اقل، تمام. ليه تقعد وقت كتير، بينما ممكن هو يختصر لك 50% من الوقت مثلا، تمام. والباقي بتكون انت بس ايه، بتراجع، كأن انت عندك موظف بيراجع معاك او بيعمل لك الشغل. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، جربه وقولي.